عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض المشروعات التي ترغب شركة المراعي السعودية في تدشينها في مصر خلال الفترة المقبلة وزيادة استثماراتها، بحضور الأمير نايف بن سلطان رئيس مجلس إدارة شركة المراعي والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر. أشاد مدبولي بجهد ومساهمة شركة المراعي في الاقتصاد المصري وفي قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص، حيث تغطي منتجات الشركة شريحة كبيرة من الطلب في السوق المصرية، مؤكدا استعداده لدعم خطط التوسع للشركة السعودية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. في غضون ذلك، أكد الأمير نايف بن سلطان أن شركة المراعي تعول كثيرا على توسيع صادراتها من مصر إلى الدول المجاورة، مشددا على أن هذا يأتي ضمن خطط الشركة للعمل في مصر باعتبارها بوابة القارة الإفريقية.